خوتي قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش اشتراك في القناة في زر الجرس تيسرك وكل مواجدات ولا تدخلوا علينا باللايك وصف المستمع ربعنا تزيد ان شاء الله. خوتي الازاز راه نرعو فيديو جديد مع السيد هذا يوصل ميساج للرئيس الجزائري عبد المجيد تبوني وجه له وصف يقول فيها باللي الشعب الجزائري راه تحطم تحطم نفسيا وبدنيا ومعنويا وماديا لا خدمة لا زدمة. هذه هي الميساج خوتي الازاز هذا هو. تفرج معايا الفيديو وما تنساش الاشتراك في القناة خويا العزيز. اخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي العزاز الحاضر يعلم الغايب، من فضلكم خوتي العزاز بارطاجيو هذا الفيديو، والله العظيم راني صح ملي راني نقول لكم لي بارطاجيو من فضلكم باش تصل الرسالة للمسؤولين. خوتي العزاز رانا نشوفوا بلي القدرة الشرائية للمواطن راح يتكركر، الانسان الراجل ولا حب يرخص في الوطن هذا والعياذ بالله. رانا نشوفوا بلي خلاص لا بلغ السيل الزوبة كما يقول المواطن، ولا ما يقدرش باش يبرر لهذه الحكومه القدره الشرائيه اللي حقنا ليها. خوتي الاعزاء يا ترى رانا راضيين بهذا السومات اللي راهم يديروا في المجتمع، وهل رانا راضيين بهذه الوضعيه اللي رانا عايشين فيها؟ خوتي الاعزاء هذا سؤال راه ليكم. يا هل ترى رانا راضيين بلي ما كانش خدمه شاب تاع 40 سنه ولا 30 سنه لا عمل لا 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 مين يروح يجيب هذا؟ خوتي الاعزاء صح حنا قوه ضاربه في الجانب العسكري في الجانب الاخر، ولكن من جانب المجتمع اعتقد ان الشعب الجزائري راه يتكركر. الحكومة شوفوا الشعب هذا قبل فوات الأوان. تحية الجزائر المجر الخوش هذا الأبرار.